نعزي مصر ونودع بطل كبير زي عمر سليمان. اللواء عمر سليمان يعني اي حد وطني المفروض ينزل النهارده. الراجل ده مصر خسرناه كلنا بصراحه، وانا بعتبر مصر ماتت من بعد عمر سليمان. الجنازه النهارده هو الجامع مليان، بس يمكن لو كانت رقاصة كانت الجنازة بقت أكبر من كده. إحنا أصلنا شعب بيحب ال مش عايزة أقول، بس وبعدين مرسي عياط، مش عايز يطلع طيارة خاصة، أصل هو كمال أبوه ماشي. لو كانت رقاصة ولا فنانة اللي ماتت كان راح جابها بطيارة خاصة زي ما حصل مع سعاد حسني ماشي، لكن عمر سليمان احنا مش محتاجين حاجه من الاخوان، والحمد لله ان هم اصلا يعني مش محتاجينهم اصلا في الجنازه اللي بيحرموا الجنازه. هي كده الجنازه من غيرهم اصلا كده طاهره ونظيفه، هم اصلا كانوا هيجوا ينجسوها هنا. ماشي، انا اسمي هبه عبد الحميد. ماشي، انا بس عايزه المشير يطلع يقول لنا ايه اللي حصل، ومين اصلا مرسل عياط ده عشان يمنع ولا يرفض ان طياره خاصه تبعت تجيب الجنرال عمر سليمان. ماشي، وفي الاخر ما نلاقيش الا رجل الاعمال. طبعا بنشكره دلوقتي في اي مكان، نجيب سويرس هو اللي عرض ان طياره من طيارته ان هو تروح تجيبه. وفي الاخر بعد ده كله لما اتحالوا على المشير السعوديه والامارات والكويت فكر والله كتر خيره قوي ان هو بعت طياره تجيبه يعني في الاخر. عايزين نعرف الدور على مين؟ وكانت تبع القوات الجويه كمان. الدور على مين بقى بعد عمر سليمان؟ الراجل كان زي الفل. بعد شر عليه. لا اساسي. ما هو صدفه. كل مين حضرتك ايه؟ هو في عدو ليه غير الاخوان؟ هو اللي كان مشددهم اكيد هو الاخوان، مفيش حد غيرهم. بس بيعمل امريكاني. امريكاني ازاي؟ عميل، هو بيقولوا عميل امريكا، عميل امريكا ازاي واتقتل هناك؟ ازاي؟ كانوش قتلوه بقى؟ لا. شكرا.